هل وجهة نظر؟ اصل برضو انا بحاول احط نفسي في مكان طرف او الطرف الامريكي. انا لما هاجي هبص هلاقي والله السعودية عندها حرب في اليمن، صحيح بتكبدها خسائر مالية وخسائر بشرية ضخمة جدا، لكن هي طرف فاعل جوه اليمن سلبا كان او ايجابا، يراه المذيع سلبا لكن فاعل. جوه العراق في اطار ما يطلق عليه الصراع السني الشيعي هي لها يد، جوه سوريا لها النصرة، جوه فلسطين يعني قد يكون لها شيء من التدخل، جوه لبنان طبعا ليها تدخل في إطار المحاصصات الطائفية اللي موجودة في لبنان. لو أنا أمريكاني أو لو أنا من صناع القرار في أمريكا هبص على مصر، أنا عايز أعرف هي مصر ذراعها الحيوية موجودة فين. أنا كأمريكي هقول قطعا ليبيا، بس بقية الملفات مصر عندها تماس، لكن ده من وجهة نظر الأمريكان عندها تماس، انا يعني لكن مش الفاعليه الحقيقيه. انا ازعم ان انا اعرف الولايات المتحده شويه كتير يعني شويه، يعني ما بتبصش لمصر كده. مصر شايله جبهه كامله ولوحدها في موضوع الارهاب، جبهه سيناء اللي هي موجوده احنا شايلينها بشكل كامل. صحيح. ليبيا زي ما بتقول لنا فيها جزء كبير وداخلين في الجانب السياسي والجانب العسكري ايضا. طبيعي اذا حضرتك ذكرتها جبهه دي بتاعتي، فطبيعي ان انا يبقى تدخلي الكامل في سيناء. انت بتتكلم على ارهابيين بيعلنوا الولاء لداعش، لدوله الخلافه. صحيح. ولهم فروع من افغانستان لباكستان. ما هو ده العقده اللي موجوده اللي بتخلي الكلام على حرب في الحقيقه تبدو لا نهايه لها في المدى القريب. طبيعه الحرب الجديده لم تحدث في العالم من قبل بهذا الشكل. يعني الحرب العالمية كان لها يعني خطة عالمية لمواجهة النازية انتهت باللي حصل خلال 5 سنوات. أنت لا تستطيع أن تجزم أن الحرب ضد الإرهاب الذي نواجهه الآن سوف تنتهي في 5 سنوات أو في 10 سنوات، لأنه طبيعة هذه الحرب ليست كحروب العصابات اللي كانت موجودة في حركة التحرر الوطني، وليست كحروب العالمية اللي هي قايمة على أنساق هجومية ودفاعية وغيره. يعني بتتكلم على يعني حاجة أشبه من الحرب ضد الناموس كده. انك انت عمال تحاول انك انت تسد المستنقعات والكلام زي كده، ومع ذلك بيستطيع ان يتوالد بطرق مختلفة، لانها لأول مرة الطبيعة العالمية النهاردة للمعرفة والمعلومات والاقناع ووسائل المختلفة للإعلام اللي وصلك للكون كله خلقت عمليات تجنيد لم يعرفها العالم من قبل، يعني خلقت عمليات تدريب لم يعرفها العالم من قبل، خلقت مشاعر وإحن كبيرة برضو لم يعرفها العالم من قبل أو عرفها في فترات يعني قديمة.